السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دول أكتر 30 أداة ممكن يستفاد بيهم المدرس في التعليم. طيب تعال نشوفهم كده. هنلاقي عندنا طبعا شات جي بي تي، ده يعتبر أول حاجة. تمام، تقدر أنت تدردش معاه. ممكن بينك، بينك أصلا معتمد على شات جي بي تي 4، فأنا صراحة بفضل إن أنا أدخل على بينك على طول، لأن بينك بيديني إمكانية إن أنا أدردش مع شات جي بي تي 4 مجاني، وإن أنا أكريت صور من خلاله مجاني. تمام، ده برضو خاص بالبحث العلمي، يعني ده معتمد على شات جي بي تي لكن معتمد على البحث العلمي، يعني بيركز قوي ان هو لما يقول حاجة يكون ليها مصدر ما بيألفش. جوجل بارد برضو نفس الفكرة، برضو باي. طيب في حاجات بقى خاصة بالديزاين، ان انت تكتب له حاجة هو يبدأ يعمل لك الصورة. ممكن تقول له مثلا حط لي كواكب شمسية مثلا في صورة واحدة وهكذا. فبنروح لأدوب اكسبريس او فاير فلاي، ده مجاني، وتقدر انت تخش على الموقع فاير فلاي دوت ادوب او اكسبريس. بينج ايمج، زي ما قلنا ان بينج فيه صور، فتقدر انت تكريت صور من خلاله، ده برضو كريت للصور. كانفا، كانفا مجاني لكن في امكانيات معينة او في مزايا معينة لو انت اشتريت النسخة، فدي من ضمن الحاجات القوية جدا. هنا بقى تصمم الدروس لو انت هتشرح، فالمواقع ديت بتفيد انها تحدد بس الموضوع اللي انت عايز تشرحه، هو يبدأ يجيب لك يعمل لك الباوربوينت ويجهز لك الأسئلة ويجهز لك كل حاجة. فكوبي بتدي له الموضوع وهو يبدأ يكتب لك المقالة عن الموضوع. جرامري بيتأكد لك من الجرامر هل في أي مشاكل. شات جي بي دي اف، بترفع ملف البي دي اف ويبدأ ان هو يناقشك فيه وانت تناقش فيه، تبدأ تقول له طب الخصل كذا، طب الكلمة دي انا مش عارف اختصار ايه، طب في سؤال عندي، فيبدأ ان هو يجاوب لك عليه. فدي تولز كويسة جدا، هتوفر عليك وقت كتير جدا في تحضير الدروس وفي الشرح للطلبة.